شو هو البرنامج أو مجموعة البرامج اللي أنا لازم أتعلمها وأتقنها حتى أصير مهندس معماري ناجح؟ مرحبا جميعا. اليوم قررت أعمل فيديو انطلب مني بشكل كثير كبير أو انسألت عنه بشكل أو بآخر بشكل كثير كبير سبيشالي من جهة طلاب الجامعات بشكل كبير ومن جهة الناس حقين التخرج بشكل كثير كبير. فاليوم قررت اني اوجه هذا الفيديو لهاي الشريحة من الزملاء. السؤال كان بيحكي شو هو البرنامج او مجموعة البرامج اللي انا لازم اتعلمها واتقنها حتى اصير مهندس معماري ناجح. السؤال بهاي الطريقة هو صيغته بشكل او باخر فيها اشي غلط او فيها اشي ماسنج. ليش؟ لأنه أنت كمهندس معماري تتخرج وظيفتك أنك أنت تعمل في مجال التصميم المعماري أو التصميم الداخلي. نحط ألف خط هيك تحت كلمة تصميم، معناته أنت الوظيفة الرئيسية اللي بيشتغل فيها المهندس المعماري بعد ما يتخرج اللي هي التصميم، سواء كان التصميم المعماري، التصميم الداخلي، التصميم الحضري، تصميم المنتجات البرودكتس، تصميم الفيديوز، whatever أنت عم تشتغل في مجال التصميم. خلينا نرجع للسؤال تبعنا ونصيغه بطريقة شوي مختلفة. شو هو أفضل برنامج أو مجموعة من البرامج اللي راح تساعد المهندس المعماري لحتى يوصل لأفضل برودكت أو للتصميم اللي هو بشوفه مناسب أو الصورة اللي بشوفها هي الأنسب للتصميم أو للبروجكت تبعه؟ هيك صار شوي السؤال قابل للتحليل وقابل للمناقشة، وهلأ بنقدر ننقده ونقدر نجاوب عليه. نعرف انه ما في برنامج هو الافضل على الاطلاق، نعرف انه ما في مجموعة برامج هي الافضل وانت لازم تتعلمها كلها وتكون ماسترنج لهاي البرامج كلها بشكل 100% او 120%. لا، الجواب بيعتمد على عدة عوامل. اذا بنجمعها في معادلة واحدة، الاجابة تبع هاي المعادلة هي اللي بتعطيني ايش هو انسب برنامج انا ممكن اشتغل عليه في الحالة اللي انا موجود فيها في هذا الوقت. هاي العوامل تتلخص في 7 عوامل. العامل الأول اللي هو سوق العمل اللي أنا بدي أشتغل فيه، المكان اللي راح أشتغل فيه. العامل الثاني المكتب أو الشركة اللي أنا بشتغل فيها. العامل الثالث الفريق أو فريق العمل اللي أنا بدي أنجز معه المشروع اللي أنا بشتغل عليه. العامل الرابع هو إيش النتائج اللي أنا بدي أوصل لها وإيش المطلوب إني أنجز. العامل الخامس هو عامل كثير مهم واللي هو الانفراستراكشر الموجودة في المكتب. إيش البنية اللي أنا بشتغل عليها أو إيش الأجهزة والسوفتويرز اللي موجودة والهاردوير الموجود اللي أنا بشتغل عليهم في المكتب. العامل اللي بعده السادس هو عامل كثير مهم، الوقت المطلوب إنجاز التاسك أو الوظيفة أو العمل فيه. والعامل السابع هو عامل الجودة أو الكواليتي للبرودكتس أو للمنتجات اللي أنا راح أطلعها من البرودكت تبعي. خلينا نبلش فيهم عامل عامل. العامل الأول اللي هو عامل السوق اللي أنا بشتغل فيه أو الماركت اللي أنا بشتغل فيه. أنا لازم أكون عارف كثير منيح أنا لما بدي أشتغل، هل أنا قاعد بشتغل في الأردن؟ هل أنا قاعد بشتغل في الخليج؟ هل أنا قاعد بشتغل في بلد أجنبي؟ هل أنا بشتغل في US في UK؟ وين قاعد بشتغل؟ هلأ ممكن أنا أكون قاعد بشتغل في بلد وأكون أنا سفاح أو أكون أكثر حدا سفاح في برنامج مثلاً ريفت، أروح أشتغل في ماركت أو في سوق مش البروجرام اللي بيشتغل عليه هو برنامج الريفت، هو بيشتغل مثلا على الاركيكاد او على الماكس وهو الطلب على هاي البرامج عنده كثير عالي، معناته انا صرت مش الشخص الكواليفايد للوظيفه اللي انا رايح عليها في البلد اللي انا عم بحكي عنه. مثلا اذا انا كنت مثلا بشتغل في الاردن، فغالبيه المكاتب اليوم لساتها تشتغل مثلا كاد سيستم، كمبيوتر ايدد ديزاين، اوتوكاد تشتغل، ماكس تشتغل، بس يمكن لسه ما توجه الكل باتجاه البيم او الريفت. فاذا كنت بشتغل في الاردن فانسب اشي اكون اتليست بعرف برامج الاوتوكاد، برنامج 3 دي اس ماكس او سكتش اب او واتيفر. لكن لو كنت في الاردن انا وبشتغل في مكتب شغله لدبي، فهو مضطر اد اند يسلم بيم موديل او يسلم ريفت موديل اتليست. فهون بهاي الحاله انا صرت اذا كنت بعرف ماكس وسكتش اب مش احسن حدا يشتغل في المكتب اللي شغله موجود في دبي. وهلا بنحكي بالتفصيل. العامل الثاني اللي هو المكتب اللي أنا موجود فيه، إيش البرامج اللي هو بطلبها؟ يعني إذا أنا كنت أحسن حدا بيشتغل في برنامج 3 دي اس ماكس ورحت أشتغل في مكتب وهذا المكتب طالب للوظيفة تبعته ناس تشتغل ريفت، فديفينتلي ما راح يحكي معي وما راح أكون أنا أنسب حدا للوظيفة المطلوبة إن أنا أشتغل في هذا المكان. العامل الثالث حكينا اللي هو عامل الفريق اللي أنا بدي أشتغل معه. اشتغلت أنا عارف حالي بشتغل في الأردن مثلا وعارف حالي بشتغل في المكتب الهندسي اللي بيشتغل مثلا whatever البرنامج، لكن الفريق اللي انا بشتغل معه مثلا كنت انا احسن حدا
على سبيل المثال بشتغل على برنامج الداينو، ولكن التسعة الثانيين كلهم بيشتغلوا جراسوبر وراينو. فأنت في هاي الحالة مضطر إني أنا أشتغل مع التسعة، وأكيد ما رح أروح أشتغل سولو على البرنامج اللي أنا بعرف أشتغل عليه، ما رح أشتغل لحالي بهذا المكان، لأنه البروجكت at the end بينبنى بقوة الفريق كامل. العامل الرابع واللي هو كثير مهم، إنك إيش هي النتائج المطلوبة من البروجكت، إيش بدك تسلم بالآخر. يعني إذا أنا بشتغل مثلا، إذا أنا حدا سفاح أوتوكاد Certified AutoCAD، سفاح 3ds Max Certified 3ds Max، أحسن حدا بشتغل فوتوشوب بالكوكب، عندي هدول الثلاث مهارات، في أي تقييم، أي تقييم بحكي إنه هذا المهندس بيشتغل عدد برامج منيح وعنده خبرة منيحة في هاي السوفتوير. لكن إذا كان النتيجة المطلوبة من العمل إني أنا بدي أسلم بم موديل 3D 4D 5D 6D whatever كان البم موديل المطلوب مني، معناته ديفينتلي اذا اعلنت عن الوظيفه انا ما راح اروح اخذ المهندس اللي عنده هذول الثري سوفت وير سكيلز، لكن انا راح اروح مع مهندس عنده سكيل واحده مثلا ممكن تكون اللي هي برنامج الريفت او برنامج الاركيكات حسب ايش مطلوب ان انا انجز الشغل عليه. هلا في حاله ثانيه، اذا انا كان مطلوب مني اني انا انجز انيميشن، كان في عندي مهندس سفاح بالشغل في الموديلنج في الريفت مثلا، وسفاح بالشغل في الموديلنج في 3 دي اس ماكس، سفاح في الريندرنج للستيل شوتس في الفيري او المنتري او الايري او وات ايفر الريندر انجن، لكن ما عنده اي خبره في مجال الانيميشن، وعندي مهندس واحد قدراته متواضعه ولكن بيعرف يشتغل في اللوميان مثلا، بيعرف يطلع لي برودكت بالاخر انيميشن. المعادله اللوجيك بتحكي اني انا اروح لما اجي بدي اوظف اخذ واحد باقصى عدد سكيلز موجود عنده، احسن سكيلز موجود عنده، لكن في حاله هذا البروجكت سنس اني انا عم بوظف مهندس عشان ينجز هذا المشروع او ينجز لي هذا المشروع كشيء اساسي من السكوب تبعه، فانا راح اروح مع المهندس اللي قدراته كثير متواضعه في البرامج واللي شوي بيعرف لوميان، اللي يقدر يطلع لي البرودكت في الكواليتي اللي انا بدي اياها من اللوميان، فراح اروح اوظف هذا المهندس. عشان هيك مرات بتستغربوا سواء كنتوا حديثين تخرج او عم بدوروا على وظيفه، طب ما انا بعرف عدد برامج اكثر بكثير من الناس اللي توظفت، بس الناس اللي توظفت عندها البرنامج اللي انا بدي اياه او البرنامج اللي الشركه بدها اياه اللي محتاجيته في هذا الاعلان او في هذا البوزيشن، عشان هيك بروح مع هذا المهندس. اذا كان المطلوب اني انا بدي انجز معامله اسلمها للاوثوريتيز في الاردن مثلا ومش اكثر من هيك، ما بدي لا 3D انيميشن ولا 3D شوتس، فيمكن انسب خيار اني انا راح اروح معه انه انا بدي بس واحد يعرف يشتغل اوتوكاد ويعرف يطبع المعامله واروح اسلمها بالاخر واخذ عليها الموافقات المطلوبه. فصف الشخص اللي بيعرف ريفت، اللي بيعرف ماكس، اللي بيعرف مايا، واللي بيعرف فوتوشوب والى اخره، هذا مش الشخص المناسب للبوزيشن اللي انا بدي اياه، يعني الشخص اللي بس بيعرف اوتوكاد صفه هو الشخص المناسب لهاي الوظيفه. وبهاي الطريقه عرفنا انه كيف بتحدد شو البرامج المطلوبه حسب ايش الريزلتس المطلوبه او البرودكت المطلوب انجازه في البروجكت المطلوب. طبعا ما راح نغفل بالمره عامل الانفراستراكشر الموجود في الشركه، الشركه شو في عندها اجهزه، شو قدرات الاجهزه الموجوده، وشو في سوفت وير موجود. يعني اذا انا كنت سفاح في كل البرامج ورحت على شركه مثلا، او اني ليتس سي انه انا مثلا سفاح في برنامج لوميا، رحت على شركه والشركه دخلتني اشتغل، لكن الشركه الجهاز او الاجهزه تبعتها السي بي يو فيها ضعيف او السي بي يو قديم، وهذا متعرض لها كثير، الرام مش رام عالي، كرت الشاشه ما عندهم كرت شاشه مثلا منفصل، هو كرت الشاشه البلت ان الضعيف، واجي حكى لي انت في عندك كومباوند فيلر وبدك تعمل مثلا انيميشن، طب ما هو معناته انا مش الشخص المناسب ومش هذا البرنامج المناسب اللي انا اشتغل عليه، ما راح اروح اقدر اشتغل لوميا مثلا. اذا انا سفاح لوميا معناته مش انا الشخص المناسب اني انا انجز هذا العمل، لانه الجهاز او الاجهزه الموجوده في الشركه ما عندها القدره على تشغيل برنامج اللوميا، راح نروح مع مهندس بيعرف يشتغل 3 دي اس ماكس، ولا 3 دي اس ماكس بياخذ وقت اطول لحتى ينجز المهمه، لكن هو الجهاز بيقدر يشتغل على الماكس بس مش قادر يشتغل على اللوميا. فهون صار عامل الجهاز المتوفر هو كمان اللي بيحدد ايش انا ممكن انجز في هذا البروجكت. طبعا عامل الوقت عامل جدا مهم، اذا انا مطلوب مني انجاز انيميشن ليتس سي، هذا الانيميشن بده يخلص في يوم واحد، وهذا الانيميشن ممكن تقدر تعمله على اي برنامج، لانه انت عندك الانفراستراكشر موجوده، عندك المهندس اللي بيعرف يشتغل ماكس، والمهندس اللي بيعرف يشتغل لوميان، والمهندس اللي بيعرف يشتغل مايا، كلهم موجودين. معناته انا انسب شخص ان انا اروح اختار الشخص اللي بيعرف يشتغل لوميان لحتى ينجز لي هذا التاسك، لانه التاسك عباره عن انيميشن فيديو بده يخلص بوقت قصير جدا، وانا عندي الانفراستراكشر اللي تسمح انك تشتغل في اي برودكت، معناته بدك تختار البرودكت الاسرع، معناته انا رحت مع البرودكت الفلاني. عامل الوقت كمان راح ياثر كثير في استخدام او اختيار نوع البرنامج اللي انا بدي استخدم عليه وشريحه المهندسين اللي بيعرفوا يستخدموا سكيلز معينه. يعني اذا انا عندي مثلا
مشروع بمساحة 50,000 متر مربع، وهذا المشروع بده يوصل للماكسيمم ليفل اوف ديتيلز خليني احكي، ولكن في تعديلات كثير راح تصير مع الشغل، او راح يجي تعديلات او فيدباكس كثير او ريفيجنز كثير، ومعك انه بده يجهز هذا الشغل في شهر واحد فقط. فانت أسوأ خيار ممكن تختاره انك انت تروح تشتغل باستخدام الاوتوكاد لهذا البرودكت. يمكن انت انسب خيار انك انت تروح على برنامج مثلا مثل الريفت، اعطيك قابلية انك تعدل في كل مكان باقل اخطاء ممكنة، اذا كان الستاف طبعا على درجة من الوعي في استخدام هذا البرنامج، انه انا كيف اوصل للريزلتس المطلوبة، لما يصير اي تعديل في مكان يصير في كل مكان، لانه اصلا الشعار تبع هاي المرحلة A change anywhere is a change everywhere. معناته في هاي المرحلة انا صرت بدي مهندس يكون عنده قدرة عالية على استخدام الريفت، او مجموعة من المهندسين عندهم قدرة عالية على استخدام الريفت. طيب العامل السابع هو عامل كثير مهم، اللي هو عامل الجودة او الكواليتي للبرودكت اللي بده يطلع معي. وانا ما بحكي عن شوتس او انيميشنز، بس عم بحكي عن شوتس انيميشنز دروينز مودلز، كل الاشياء اللي ممكن تسلم في البرودكت، فانا مطلوب مني كواليتي بصوره معينه. واحنا بنعرف انه كل برنامج هو على قدر معين من الجوده في تاسكس معينه مرتبطه بهذا البرنامج. فمثلا زي مثال حكينا قبل شوي، اذا انا في عندي برنامج او سوري اذا في عندي انا بروجكت اني انا بدي اطلع فيه البرودكت بمرحله قصيره، في تعديلات كثير انا متوقعها في الشغل تبعي، وبدي اعمل كلاش ريبورت تطلع عندي مثلا زيرو كلاش موديل، فديفينتلي ما راح اروح مع برنامج الاوتوكاد او مع برنامج ال 3 دي اس ماكس، لانه ديفينتلي راح يطلع عندي كلاشز بسبب الهيومن ايرورز. لكن اذا بروح مع برنامج الريفت مثلا مع برنامج النافس ووركس، انا ممكن اوصل للشيء اللي انا بدي اياه باسرع وقت ممكن. اذا ما راح اعمل كلاش ريبورتس، واذا كنت ما راح اعمل كولابوريشن وراح يتسلم مره واحده البرودكت ما في ريفيجنز، وانا متاكد من هاي المعلومه، فانا بالنسبه لي اذا كان مشروع صغير بروح فيه على برنامج الاوتوكاد، ما بروح مثلا مع برنامج الريفت. فهيك انا من ناحيه برضو الجوده قدرت احدد مين المهندس اللي انا محتاجه. فانت كمهندس معماري مش بس معرفتك بالبرامج هي اللي راح تخليك احسن مهندس معماري، طبعا معرفتك بالبرامج ما لها علاقة بأنك أنت أحسن مهندس معماري أو أسوأ مهندس معماري، الموضوع شوي مختلف. أنت كمهندس معماري مجال معرفتك، مجال خبرتك، مجال ثقافتك، مجال تعاملك، معارفك، هو هذا اللي بيحدد شخصيتك كمعماري، وهو اللي بيفرز أحسن مهندس معماري. أو أنا بالنسبة لي ما بشوف إنه في كلمة أصلاً أحسن مهندس معماري، لأن الموضوع ما بتقدر تقيمه بهذه الصورة. لكن إذا حكينا افضل واحد بالسكيلز المطلوبه، ممكن احكي انه انت محتاج البرنامج الفلاني والفلاني والفلاني حسب عناصر المعادله السبعه اللي انا حكيتهم في هذا الفيديو. طيب هلا بعد كل هذا الحكي، انا كطالب او كمهندس معماري ايش البرامج اللي انا لازم اعرفها او اتقنها لحتى اكون من الاشخاص اللي عندهم السكيلز اللي انت بتحكي عنها؟ هلا انا بنصحك اذا انت بتكون في سنه اولى، فانت بدك تركز على المانيوال وعلى الفري هاند بشكل كثير كبير. فانا بالنسبه لي في السنه الاولى طالب هندسه معماريه، في السنه الاولى ركز على المانيوال على الفري هاند. في مرحله السنه الثانيه انا بنصحك انك انت تتعلم الاوتوكاد ماستر اوتوكاد طبعا، وانك انت تبدا تتعلم برنامج السكتشر. في سنه ثالثه ماسترنج لبرنامج السكتشر، بدك تتعلم الفوتوشوب، بدك تتعلم 3 دي اس ماكس، بدك تتعلم ريندر انجن جوا برنامج 3 دي اس ماكس زي البي راي او زي المنتر راي او زي الاي راي او وات ايفر كان هذا الريندر انجن، اختاره. المهم انك تتعلم ريندر انجن لحتى تقدر تعمل ريندرز اللي انت بدك اياها. في السنه الرابعه انت بدك تو ماستر ال 3 دي اس ماكس اللي انت تعلمته من ناحيه الموديلنج، الريندرنج للشوتس على الستيل شوتس، والريندرنج للانيميشنز. بدك تبدا تتعلم اللوميان عشان تقدر برضه تشتغل انيميشن سواء على 3 دي اس ماكس او على اللوميان حسب البرودكت المطلوب والوقت اللي متاح لك انك انت تشتغله. وبما انك في السنه الرابعه فانت مطلوب انك تبلش تتعلم الريفت. وانا ما بنصح انك انت اذا كنت اصغر من سنه رابعه انك تبدا تشتغل او تبدا تتعلم برنامج الريفت، لانه هناك في اشياء كثير اهم في هذيك المرحله انك انت تتعلمها اللي انا كنت عم بحكي عنها. في السنه الرابعه صار الوقت المناسب انك انت تبدا تتعلم برنامج الريفت، تبدا تفهم شو يعني بيم، تبدا تفهم شو يعني كولابوريشن، وتبدا تتعرف على هاي المصطلحات. في سنه خامسه يو هاف ماستر كل اللي تعلمته قبل هيك، يو نيد تو ماستر برنامج الريفت از ا ديتيلينج تولز او از ان انجينيرنج او اركتكتشرال انجينيرنج تول للديتيلز وللكولابوريشن وللكوردينيشن للكلاشز، انك انت تعرف هاي المصطلحات، تبدا تعرف شو يعني بيم ورك فلو، شو يعني وركينج وذين ا تيم، انك انت تكون شخص من تيم بيشتغل في مشروع معين، كيف
يتفاهموا مع بعض يطلعوا في البرودكت للليفل المطلوب وللتسليم في الوقت المطلوب منك. بسنة خامسة كمان أنا بنصح إنك أنت تتعلم إما داينامو عشان تبدأ تستخدمه مع الريفل، أو إنك أنت تتعلم جراس هوبر مع الرايو. فأنت فعليا صار عندك برضو البروغرامينج تول اللي ممكن تحتاجها في الشغل إذا أنت اشتغلت في برودكت أو في بروجكت لما تتخرج يكون محتاج هاي السكيلز. فهيك احنا خلصنا من 5 سنين تبعون الجامعة وطلعنا لسوق العمل، صرنا حالتين تخرج، سنة صفر سنة خبرة، وعندي انا صرت عارف كل البرامج اللي ممكن انا احتاجها وماسترنج لبعض البرامج منها، وصرت عارف كيف استخدمها بشكل كثير منيح، وما في اشي راح يطلب مني في السوق اليوم انا ما بعرفه. طيب دخلنا على سوق العمل، من السنة الاولى للسنة الثالثة في سوق العمل هي الثلاث سنين اللي راح تحدد مجال عملك والمجال اللي انت راح تشتغل فيه، طبعا حسب الشركة اللي راح تدخل عليها بالاول اللي راح تضل فيها اطول وقت ممكن، واللي انت راح تلاقي حالك انك انت مبسوط انت قاعد تشتغل في هاي الشركة او في هذا البوزيشن. طبعا المطلوب منك في هاي المرحلة انك انت تماستر البروجرام اللي بتشتغل عليه الشركة بشكل كثير كبير، سواء كان بروجرام او اثنين او ثلاث، تماستر هذول البروجرامز. الشغلة الثانية انك انت البرنامج اللي محتاجيته الشركة او اللي ممكن تحتاجه الشركة واللي ما حدا في الشركة بيشتغل عليه، you have to master هذا البروجرام، لانه لما نحتاجه راح تكون انت موجود، راح تكون انت الشخص المناسب وانت المهندس المناسب انك انت تشتغل على هذا البروجرام. الشغلة الثالثة البرنامج اللي ما بتشتغل عليه الشركة اصلا واللي ما بيشتغل عليه ولا شخص في الشركة واللي انت شايف انه هو راح يحتاجه later on او انه هو الفيوتشر اللي متوجه له سوق العمل، انا بنصح انك انت تمارس عليه بشكل كثير كبير لحتى تتقن هذا البرنامج، لحتى لما يجي وقته تكون انت الشخص المناسب لحتى تشتغل على هذا البرنامج. مثلا اليوم في الاردن مش كل الشركات تشتغل ريفت، لكن بعد شوي الكل راح يصير يشتغل ريفت. فانت تشتغل في شركة عم تشتغل على برنامج الاوتوكاد، على برنامج 3D اسماكس، على برنامج المايا والسكتش اب which is perfect which is more than good، بس لازم تضلك تمارس برنامج الريفت وتتابع التطورات الموجودة فيه، تتابع البيم ورك فلو والمصطلحات الجديدة اللي قاعدة تطلع، لحتى لما يصير وقت التحويل من السيستم اللي انت عليه على السيستم الجديد ما تكون انت الشخص اللي راح يوقع بهاي المرحلة، لا انت الشخص اللي مكمل. هلا من سنة الثالثة للسنة السادسة هاي مرحلة 3 سنوات انت لازم تتجه شوي لشيء بمجال الادارة، تعلم شيء بمجال الادارة، مثلا تاخذ دورة بي ام بي او تتعلم برنامج بريمافيرا ام اس بروجكت او انك انت تتعلم مانجمنت سيستم معين انت ممكن تشوف انه مناسب للشغل. بس حاول انك انت دائما الاشي تتعلم يكون في مجال الماركت اللي تشتغل فيه برضو، اللي هو راح تضلك مستمر وتتعلمه وتشتغل عليه. شغلة كثير مهمة في السنة الثالثة للسنة السادسة انك انت تكتسب مهارة قيادة فريق بيشتغل على البروجكت، او انك انت تكون التيم ليدر تبع هذا هلا في هاي المرحلة بعد ما انت خلصت 5 ل6 سنين من سنوات الشغل او من سنوات الخبرة، لازم انت تكون حددت انت وين من البوزيشنز المتاحة للتخصص اللي انت موجود عليه، واللي احنا اليوم نحكي عن المهندس المعماري. هل انت بدك تكون في مجال الادارة، ناوي تصير بروجكت مانجر او تصير جنرال مانجر او تصير كونستراكشن مانجر، هل انت ناوي تصير واحد من هدول؟ فانت لازم تكون حددت. هل انت بتحب التكنيكال ديبارتمنت، فانت بدك تصير مثلا تكنيكال مانجر، بيم مانجر، كاد مانجر، فانت برضه تكون حددت هذا المجال. او انت بتحب الاظهار او بتحب الرندرنج والشخص والانيميشن، فانت برضه بدك تحدد انه انا بدي اكون في هذا الديبارتمنت. او انت بتحب ديزاين كونسبشوال، بتحب تكون في مرحله الكونسبشوال ديزاين، فانا برضه بدي اكون في الكونسبشوال ديزاين تيم. انت حددت ايش المكان اللي انت شايف حالك فيه، او مثلا تحدد انه انا كل هذا التخصص ما بدي اياه، كل هذا التخصص انا ما عاجبني، وانا خلال هدول الست سنين لاحظت انه في تخصص او مجال او مكان شغل او بوزيشن انا شايف حالي فيه اكثر من المكان اللي انا موجود فيه او اكثر من كل اللي عندهم جاسر في الفيديو تبعه، اوكي جو اهيد روح على هذا المكان واشتغل عليه. طيب هيك انا بكون اليوم حكيت كثير، ما بدي اكثر حكي اكثر من هيك. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح احكي ايش هم مجالات العمل اللي ممكن مارسها المهندس المعماري، لانه برضه سالت عن هذا الموضوع، وممكن احكي كمان في ليتر فيديوز او في فيديوز لاحقه عن موضوع ايش هم البوزيشنز اللي ممكن يشغلهم المهندس المعماري في مجالات العمل في مكاتب الاستشارات الهندسيه. ويعطيكم الف عافيه وبالتوفيق للجميع.